السيارة تعتبر أفخم سيارة صينية موجودة حاليا في السوق. السيارة اسمها فويا فري، سيارة كهربائية بالكامل، بالشحنة الواحدة بتبشيك 475 كيلو، تفتح البواب لحالها مثل ما أنت شايف. أول ما تقرب تركب السيارة ما خلصت الفخامة، تسكر الباب بتشغل، شوف الشاشة كيف حتطلع لفوق، شايف عندك شاشة 2-3 تمام. ما خلصنا اصبر طول بالك، تدخل على الاوبشن، شايف فتح السقف، اوكي شوف الحين شايف الفن لوين، وهذا الصين طبعا جلد تخشيب اناقة اناقة. شوف لما تحط المود، مود تحطه سبورت، شوف شو حيصير سبورت، شايف الشاشة كيف نزلت، تحولت لوضعية السبورت. وما خلصنا، قوتها 700 حصان و 1100 نيوتن متر من عزم الدوران. اكتبونا رايكم فيها في التعليقات.